بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في هذه الحلقة عن معجزة الإسراء والمعراج وبيت المقدس. نعم، إنها معجزة الإسراء والمعراج التي أشرقت عليه شمس المسجد الأقصى بعد عقد من الزمان من مهبط الوحي المبارك على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كانت معجزة الإسراء والمعراج. فكانت علاقة المسلمين بالمسجد الأقصى علاقة روحية إيمانية، حيث كانوا يتوجهون في صلواتهم إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث ظل قبلة للمسلمين إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. هذه الرحلة المباركة مثلت تحولاً رئيسياً في تاريخ البشرية فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وبهويته المستقبلية، بعد أن تعاقبت عليه عدة حضارات وعهود وممالك من هنا أو هنالك. ثم في ليلة 27 من شهر رجب لعام 11 من البعثة النبوية، أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينطلق في رحلة أرضية سماوية. وقد كانت هذه كبرى معجزات محمد عليه الصلاة والسلام بعد معجزة القرآن الكريم، حيث أسري بمحمد في هذه الليلة المباركة، وذلك من المسجد الحرام راكبا دابة البراق، فنزل في المسجد الأقصى وربط البراق بحلقة باب المسجد عندما أسماه أسلافنا بحائط البراق. وصلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء إماما، فقد أعرج به صلى الله عليه وسلم من الصخرة المشرفة إلى فوق 7 سماوات ليرى من آيات ربه الكبرى، مراً بأنبياء الله آدم وإدريس وإبراهيم ويوسف وهارون وموسى ويحيى وعيسى عليهم السلام. فكانت هذه الرحلة الإيمانية هي البداية لما لحقها من أحداث تؤكد ولاية أهل الإسلام على بيت المقدس. وفي هذا دلالة على أن كل مقدس هو من تحت الولاية الشرعية الحصرية للمسلمين حتى آخر أيام الدنيا. ثم كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح بيت المقدس في عهده. فإن أبا عبيدة رضي الله عنه لما صار بجيوش المسلمين نحو بلاد الشام بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان قد انتهى من فتح دمشق، فكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشيره إلى أي مدينة يتوجه، فكان القرار أن يتوجه إلى مدينة القدس بدلا من مدينة قيصارية، فأرسل إلى أبي عبيدة بذلك. وعلى ذلك كتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى أهل مدينة القدس يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام وإلى تسليم المدينة، وقد رفضوا ذلك، فركب إليهم في جنوده وكان قد سير نحو القدس 7 ألوية. وكان عمرو بن العاص قد ضرب حصارا شديدا على المدينة المقدسة، في حين أن المدعو أرطبون الروم قد فر إلى بيت المقدس من أجنادين. فلما وصلت إلى أرطبون
الروم الأخبار عن تجمع الجيوش الإسلامية لفتح المدينة المقدسة أحس بالخوف الشديد. ولما وصل الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه إلى مدينة القدس، انطلقت حناجر المسلمين بالتكبير الله أكبر. فظن الروم أن أمير المؤمنين قد وصل، فأخبروا بذلك كبير الأساقفة، فقال: وحق الإنجيل، إن كان قد قدم أميرهم فقد دنا هلاككم، يخاطب به جماعته. لأننا نجد في العلم الذي ورثناه أن الذي يفتح الأرض بالطول والعرض هو الرجل الأسمر الطوير الأحور المسمى بعمر صاحب نبيهم. فإن كان قد قدم فلا سبيل لقتاله، فسلموا له، ولا بد لي أن أتولى ذلك. فإن كان هو فاستسلموا، وإن كان غيره فقاتلوا فلن يفتحوها. فلما نظر كبير الأساقفة البطرك رأى أبا عبيدة فعرف أنه ليس بفاتح القدس، وأعطى للجنود الأوامر بالقتال، وطال حصار المسلمين للقدس، واستمر 4 أشهر قطع فيها المسلمون على الروم كافة سبل النجاة، وضيقوا عليهم حياتهم ومعاشهم، ولكن الروم لم يستسلموا. ثم بعد هذا الضيق الشديد الذي أصابهم، طلب كبير الأساقفة من المسلمين عبر الرسائل أن يصفوا له أميرهم. فلما وصفوه ووجد الروم أن وصفه مطابق للوصف الموجود في كتبهم المقدسة، عرف أن هزيمة الروم آتية لا محالة. على ذلك بعث أسقف القدس للمسلمين يتساءل عن سبب فتحهم للقدس، فأجابه أبو عبيدة رضي الله عنه بأنها بلاد الأنبياء والمرسلين ومصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن يتركوها أبداً إلى أن يملكهم الله إياها كما ملكهم غيرها. فسألهم عن مطلبهم فأجابوا: لنا عليكم 3، إما الإسلام أو الجزية والصلح أو القتال. فرضي الأسقف بالصلح، ولكنه قال لهم أن لا يدخلها إلا عمر وفقا لأوصافه المذكورة عندهم. فاستشار عمر الناس بأن يتوجه عمر بنفسه لاستلام مدينة القدس، واستخلف على المدينة المنورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرج متوجها إلى القدس، ودخلها مشا على الأقدام. وكان في استقباله كبير الأساقفة البطرك صفريونوس، فسلم مفاتيح المدينة لأمير المؤمنين 15 للهجرة وفق 636 للميلاد. هذا فقد صحب البطرك عمر فزار كنيسة القيامة، ومن ثم أوصله إلى المسجد الأقصى. فلما دخل عمر قال: الله أكبر، هذا المسجد الذي وصفه لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في تلك الأيام عبارة عن هضبة خالية في قلبها الصخرة المشرفة. ثم أمر الخليفة عمر بن الخطاب ببناء المصلى الرئيسي الذي سيكون مكان الصلاة الرئيسي في المسجد الأقصى، وهو موقع الجامع القبلي اليوم. فلا بد من الإشارة إلى أن العهدة العمرية التي أصدرها عمر بن الخطاب، والتي تمثل وثيقة سياسية تاريخية دينية، توضح العلاقة بين المسلمين والنصارى، والتي تضمن أيضا الحفاظ على كنائسهم في حين لم يكن في هذه المدينة أي كنيس لليهود. فلو كان هناك كنيس لليهود لحافظ عليه عمر. هذا وقد بقي أبو عبيدة رضي الله عنه في القدس وبلاد الشام حتى دب طاعون عمواس فيها 19 للهجرة، مع الإشارة إلى أنه ينسب هذا الطاعون إلى عمواس، وهي بلدة في فلسطين قريبة من مدينة القدس. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة
إلى حلقات أخرى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتحدث في هذه الحلقة عن معجزة الإسراء والمعراج وبيت المقدس التي أشرقت عليه شمس المسجد الأقصى بعد عقد من الزمان من مهبط الوحي المبارك على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 من شهر رجب لعام 11 من البعثة النبوية. أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينطلق في رحلة أرضية سماوية، حيث أسرى بمحمد في هذه الليلة المباركة. وصلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء إماما، فقد أعرج به صلى الله عليه وسلم من الصخرة المشرفة إلى فوق 7 سماوات ليرى من آيات ربه الكبرى. فكانت هذه الرحلة الإيمانية هي البداية لما لحقها من أحداث تؤكد ولاية أهل الإسلام على بيت المقدس. ثم كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح بيت المقدس في عهده. ولما وصل الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه إلى مدينة القدس، انطلقت حناجر المسلمين بالتكبير الله أكبر، وطال حصار المسلمين للقدس، واستمر 4 أشهر قطع فيها المسلمون على الروم كافة سبل النجاة، وضيقوا عليهم حياتهم ومعاشهم، ولكن الروم لم يستسلموا. ثم بعد هذا الضيق الشديد الذي أصابهم، طلب كبير الأساقفة من المسلمين عبر الرسائل أن يصفوا له أميرهم، فسلم مفاتيح المدينة لأمير المؤمنين عام 15 للهجرة وفق 636 للميلاد. فلما دخل عمر قال: الله أكبر، هذا المسجد الذي وصفه لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة إلى حلقات أخرى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.